في كل صباح يتجدد اللقاء معنا ومعكم في جولات داخل الأسواق، نتعرف على الأسعار وحركة البيع والشراء ومدى إقبال المواطنين على الشراء. نحن الآن في سوق ذنانيري بمنطقة كليوباترا بمحافظة الإسكندرية، سنتعرف من خلال هذه الجولة على الأسعار في هذه الخدمة المقدمة يوميا، على الأسعار ومدى الإقبال عليها. صباح الخير يا حاج. يا باشا ازيك، عامل ايه؟ النهارده احنا معاكم في جوله بقى داخل سوق زناريري. قول لي كده، عايزين نعرف الساده المشاهدين الاسعار، عشان دي خدمه بنقدمها يوميا بحيث الناس تبقى نازله عارفه اسعار الاشياء ايه، سواء في محافظه اسكندريه او في محافظات اخرى. قول لي هنا في اسكندريه بقى، عرفنا كده الاسعار اخبارها. طماطم بجنيه، طماطم قدام منك، ليمون برده، ليمون ب 3 جنيه، كوسه بجنيه ونص، كوسه بجنيه ونص، وعلى كده شويه خصايه بجنيه، خصايه بنص جنيه، ها طماطم خشوب بجنيه. السوق هنا بيبدا من الصبح، بيبدا اقبال المواطنين على الشراء الساعه 8 الصبح لغايه 12 بالليل. طب قول لي كده، انت ملاحظ خلال الفتره الاخيره اقبال المواطنين ازاي على السلع والشراء؟ هل في اقبال؟ الناس بتنزل مطمنه، الناس بتنزل تشتري حاجتها ومستلزماتها من الصباح؟ لا، الناس مش مطمنيه، الناس من الثوره ورجع الدماغ بتاع الصيعه، الناس مش مطمنيه. اما الاسعار كلها ببلاش، واخد بالك؟ الناس مش مطمنه ليه؟ الناس مطمنه في سيع وفي بطاريه وفي حراميه، هذا الموجود، لكن الناس ما بتنزلش بعد الظهر. شايف التوترات اللي موجوده في الشارع السياسي دي مأثره على حركه البيع والشراء؟ مأثره عليك انت كتاجر؟ طبعا ما انت السياسه مش مظبوطه، هتاكل جنس وتاكل شرب وتشرب مالكش نفس. لما تكون البلد ماشيه وتتحرك وفي حركه وفي بيع وشراء، الناس بتاكل وبتنزل وبتتفسح وتروح. الواد ابن المدرسه بيخاف، الواد بنت المدرس بيخاف، اللي بيسيب عبيده في الشارع بيخاف. ما ادي الموجود، ها؟ مفيش امان في البلد، واخد بالك؟ مفيش امان في البلد. اتفضل يا فندم. طب اسال حضرتك، احنا النهارده في جوله داخل الاسواق بنتعرف كده وبنعرف الساده المشاهدين على الاقبال والبيع والشراء، قولي لي الاسعار اخبارها ايه بالنسبه لك؟ لا، الاسعار كلها غاليه. ايه اللي غالي؟ ايه اللي انت شفتيه غالي؟ والله يا ابني كل حاجه غلت. يعني اولا الرز غلى، المكرونه غلت، كل حاجه غلت اللي احنا عايشين عليها. شايفه الغلاء في الاسعار ده خلال الفتره الاخيره ولا بقاله فتره مستمره؟ لا، في من ساعه ما مسك الرئيس هو غلط كده من 4 أشهر كده حاجه، الاسعار كلها غلط. طب بالنسبه للخضار والفاكهه، يعني شايفه ان الاسعار مناسبه ليك؟ يعني انت قلت لي اسعار الرز والمكرونه، بالنسبه بقى لاسعار الخضروات والفاكهه، شايفه ان الاسعار غاليه برضو ولا في المتناول المواطن المتوسط؟ الوسط برضو، الوسط، الخضار الوسط، الوسط. بس الاسعار بقى، الدقيق غلى طبعا، الرز غلى، المكرونه اللي الناس عايشه عليها. طب قولي لي والفراخ واللحمه الاسعار ايه بالنسبه لك؟ هل برضه شايفه غليت بنسبه قد ايه؟ غلط بنسبه برضه 3 أشهر 4 أشهر كده، غلط حاجه زي كده. حوالي كام يعني؟ كانت بكام وبقت بكام؟ بس كنت تشتري الكيلو بكام وبقت بكام؟ الفراخ ب 10 وب 9 اللي هي البيضه، دلوقتي بقت ب 17 وب 20 البلدي. يعني عشان واحد غلبان بيشتغل طول النهار ب 50 جنيه ما يجيبلهوش فرحه ولا يجيبله. شكرا جزيلا. يعني ما زالت جولتنا مستمره داخل سوق زناليري، نتعرف على مدى اقبال المواطنين على الشراء وعلى السلع المختلفه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ناخد وقتك دقيقه ممكن؟ احنا بنتكلم عن الاسعار والاقبال المواطنين، حضرتك شايف الاسعار اخبارها ايه النهارده؟ والله انا لسه صاحي الصبح، يعني الخير عليك الاول. صباح النور. اول حسب الظروف والضغط اللي موجود والناس الكتيره اللي موجوده باستمرار، فطبعا لازم الاسعار تزيد، ده شيء طبيعي مؤكد يعني. طب حضرتك شايف في اختلاف في الاسعار خلال الفتره الاخيره؟ يعني الاسبوع ده اكيد حضرتك نزلت الاسواق اشتريت مستلزمات، هل في اختلاف ولا هي نفس الاسعار؟ يعني بتزيد ولا بتقل؟ حاجات بسيطه بين هنا وبين هنا، حاجات بسيطه. شايف ان الزياده دي في متناول المواطن العادي ولا في زياده بترهق المواطن؟ لو في ناس مش قادره، شيء طبيعي زي موج البحر، شيء طبيعي يعني. شكرا جزيلا. العفو. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. ايه البرنامج؟ هجيلك. حاضر. دي جوله صباحيه على قناه الجزيره المباشر المصري. يعني ما زالت الجوله مستمره معنا ومعكم في الصباح. صباح الخير يا فندم. مش ناخد وقتك دي يا فندم، احنا بنعمل جوله في الاسواق بنتعرف كده على الاسعار. شايف الاسعار مناسبه لحضرتك خلال الفتره الاخيره ولا هناك زياده في الاسعار؟ لا، الى حد ما اتظبطت شويه الاسعار. طب ايه اللي حضرتك شايفه اتظبط؟ هل الخضار، الفاكهه، اللحوم؟ الحاجه المتطلبات الاساسيه. شايف الاسعار افضل يعني؟ ما فيش زياده شويه؟ الاسعار مناسبه لحضرتك كمواطن؟ لا مش مناسبة قوي يعني. لا، في برضه في مغالاة جامدة يعني، في مغالاة بس إلى حد ما الأسعار بتاعت الخضار. حاسس إن حضرتك إن الأسعار دي في متناول المواطن العادي ولا هي
زيادة شوية على المواطن العام. حمل شوية على المواطن. حمل شوية. حمل على الأسرة اللي فيها أربع أفراد وخمس أفراد كتير عليهم يعني حسب الدخل كمان يعني. شكرا فرصة. صباح الخير عليك. صباح الخير يا معلم. صحتك. يعني احنا قول لي كده انت شايفك بتبيع فراوله وقول لي الفراوله سعرها ايه النهارده؟ سعر الفراوله كل يوم في سعر. ليه بقى كل يوم في سعر؟ ان يوم تبقى كويسه ويوم تبقى وحشه فكل يوم في سعر الفراوله. يعني الفراوله مناسبه الفراوله للجمهور مناسبه الفراوله كويسه مش بطاله بالسعر بتاعها. طب يا حاج عرفني كده السلعه بقى نزل بقى بصل بطاطس الخضار الثاني لما اخذ نص الخضار بتاع مصر كله بيروح ليبيا. بيروح ليبيا ازاي فهمني يعني؟ نص الخضار بالظبط الصدر اللي بيها. يعني البصل كان بجنيه ونص وباتنين جنيه احسن بصل النهارده البصل بخمسة جنيه وصل خمسة جنيه كيلو البصل. يعني انت شايف ان تصدير الخضار والفاكهه لبلد زي ليبيا ده مأثر عليك انت هنا مثلا؟ مأثر في ايه؟ مأثر على الشعب كله. لا يعني نص الخضار بيروح ليبيا. هنا العالم مش لاقي تاكل بصل بخمسة جنيه وبستة جنيه كيلو البصل. شايف ان السلع بتقل يعني ما السلع تتصدر لدوله زي ليبيا ده بيأثر علينا هنا السلع بتقل؟ كل يوم 70 80 براد بتحمل ليبيا 70 80 براد و50 60 براد كل يوم جميع الانواع من فاكهه لخضار لكله جميع الاسعار جميع الحاجه كلها بتصدر نصها ليبيا بالظبط نص زرع مصر بتروح ليبيا. شكرا والله. صباح الخير يا فندم. يعني حضرتك نازله النهارده في السوق واحنا معاكم النهارده كاميرا معاكم بنتعرف على حركه البيع والشراء. قولي لي كده انت بقى كمواطنه بتنزلي اكيد كل يوم السوق وبتشتري مستلزماتك شايفه الاسعار مناسبه ولا في ارتفاع في بعض الاسعار؟ لا في ارتفاع بعض الاسعار. لا في ارتفاع بعض الاسعار. زي ايه يعني؟ انت بقى انت كربه منزل كده اكيد بتنزلي يوميا عرفينا. الكوسه الطماطم طبعا غلت عن الاول. كانت بكام وبقت بكام؟ بجنيه ونص بقت بتنجر ونص. طبعا كل حاجه غلت عن الاول بصراحه كل الحاجه غلت عن الاول بصراحه يعني. طيب شايفه ان الغلو ده مش يعني عالي شويه عليكي او عالي على اسره متوسطه ولا الاسعار لما بتغلى بنسب قليله ده ما بيأثرش على الاسر المصريه؟ لا بيأثر على الاسر الفقيره طبعا. الحاجه طبعا لما بتترفع الاسعار طبعا بتتأثر على الاسر الفقيره. انا ما قدرتش انا مثلا بس انا بجيب لكن في ناس طبعا كتير متاثره معاها طبعا طبعا. ويا ريت بقى يعني نقدر نعمل حاجه بقى في الظروف اللي احنا فيها دي. طب قولي لي يعني احنا اتكلمنا على اسعار الخضار والفاكهه معاكي، قولي لي الدواجن واللحوم اسعارها برضو ايه؟ هل انت شايفه في زياده في الاسعار خلال الفتره دي؟ طبعا الفراخ غلت طبعا 4 جنيه واللحمه غلت كل ما اروح 5 جنيه زياده وطبعا حاجات كتير غلت. طيب الغلو اللي حضرتك ذكرتيه ده هل خلال الفتره دي يعني خلال الاسابيع دي ولا الغلو ده انت شايفاه مستمر بقاله فتره؟ زاد بقاله اكتر من 4 شهور كده. بعد ما كان متكون لما الاول اتكلم قال الحاجه هتنزل فالحاجه زادت. فعلا الحاجه زادت. رجع تاني وقال لا نزلتها لا لا الحاجه زي ما هي زادت زي ما هي لا مش شايفه دي صراحه مفيش حاجه جديده مفيش حاجه جديده وهم البياعين غصب عنهم بيجيبوها غاليه ويبيعوها غاليه والبياعين حضرتك معلش بيجيبوها غاليه ويبيعوها غاليه لان هو يعني زادت على الاول كتير. وشكرا ليك واحترامك. شكرا جزيلا. صباح الخير يا حاجه. ازاي صحتك؟ انت حضرتك نازله تشتري حاجه من السوق ولا بتبيعي؟ طب كويس بقى ان انت بتبيعي هنا في السوق. كويس. طب قولي لي بقى الاكياس احنا يعني ده من الاشياء المهمه للناس لما بتشتري الخضار. قولي لي دي اسعاره ايه الاكياس دي؟ وريني كده. كان ب 6 جنيه وصل 14 جنيه. 6 جنيه. بقول لك الخامه ب 14. اتفضلي يا حاج. ب 14. كان سعره كام وبقى كام؟ يعني ده كنت بتشتريه قبل كده من التاجر بكام؟ كان ب 13. لا ده كان الاول. الاول كان ب 12 جنيه. كان ب 6 جنيه مع بعض و 8 جنيه مع بعض. ده كان زمان يا عم. طب لا بتبيعي لي بتاع الخضار بكام؟ اتفضل يا حاج اتفضل. بتبيعي لي بتاع الخضار 14. شايفه ان السعر كده عالي عليه ولا السعر مناسب لبتاع الخضار؟ على اساس ان هو بيبيع الكيلو مثلا الخضروات ما بيكسبش. صاحب المصنع بقى صاحب المصنع هو اللي مغليه. صاحب التاجر اللي هو اللي مغليه من هناك. شكرا جزيلا. يعني هم اللي مغليين ومغليين البودره ومغليين دي علينا. ويجي من يجي على التاجر غالي. يجي على التاجر غالي. وبعدين التاجر اللي زيي بيدفع عليه مواصلات وبيدفع عليه مصاريف وكده قبل ما يوصل هنا. شكرا جزيلا.
يعني ما زالت الجوله مستمره مع عدد من اولياء الامور. صباح الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ انا شايفك نازله بالاولاد كده. رح اوديهم الحضانه، ان شاء الله على خيره الله. احنا يعني في سوق النهارده، قولي لي انت كده كربة منزل، الاسعار اخبارها ايه والاقبال والشراء؟ انا ربنا يعلم ظروفي ايه. انا ابني شايفه الاسعار مناسبه ليكي، يعني اسعار الخضروات والفاكهه في بنقدر نجيبه برضه، في حاجات نقدر، في كوسه مثلا، في طماطم، في حاجات بنقدر نجيبها. اسعارها مناسبه ليكي كربة اسره؟ يعني انا شايف عدد الاولاد، هل ده مناسب ليكي الاسعار، ولا الاسعار يعني حاسه ان هي في زياده شويه؟ انا ربنا يعلم ظروفي ايه. عندي ابني واحد دبلوم تجاره حارس امن، مرتبه 200 جنيه. فشوف بقى الطفلين، وانا امه ووالدته ومراته، وهو خمس افراد الحمد لله عايشين. هنعمل ايه؟ الحمد لله عايشين الحمد لله. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير عليك. صباح الخير. يعني ما زالت الجوله مستمره داخل الاسواق، نتعرف على الاسعار حول اسعار الخضروات والفاكهه. الان لنا لقاء مع احد اصحاب المحال التجاريه الدواجن. صاحب المحل، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم اتفضل. يعني احنا النهارده في جولتنا بنعرف الساده المشاهدين اسعار الدواجن والبط والوز قول لي بقى، رايحه في داهيه ليه؟ عشان مفيش فراخ في المزارع، وبالنسبه للجهاز وبتقلعه. شايف ان الازمه زي الجهاز دي مأثره مثلا على المزارع، بتخلي اقبال الناس على الدواجن؟ طبعا قل طبعا. طب عرفني كده اسعار الدواجن عندك، يعني كيلو الفراخ البيضاء بكام؟ كيلو البط 15 جنيه، البلد 25. تعالوا كده يا استاذ عشان نصور كده. كيلو الفراخ بكام؟ ب 18 الابيض. طب ايه اللي خلاها كده؟ يعني كان من اسبوع كده اعتقد ان السعر كان اقل. اقل من كده. كان بكام؟ كان يعني في حدود 14 كده، من 14 ل 18 كتير قوي. طب ايه اللي خلى الرفعه دي تزيد قوي خلال الاسبوع ده؟ يعني الجاز. الجاز. الجوزة بيدف في دفايات وحاجات من دي شغاله، خد بالك. مفيش. طب بالنسبه لاسعار البط، البط عامل كام الكيلو؟ 30. كام برضو، ولا هو نفسه؟ يعني هو اللي زاد الفراخ البيضاء عشان بيبقى فيها اقبال اكتر، والحمام برضو نفسه؟ الحمام زاد. لا الحمام زاد عشان مواصلات برضه في الحاجات دي. طيب وبالنسبه للارانب، انا شايف برضو عندك ارانب بلدي ثابت. يعني 25. طب قول لي كده، شايف اقبال المواطنين ازاي على خش بالكاميرا، شايف اقبال ال شايف اقبال المواطنين خلال الفتره دي؟ يعني انت قلت لي دلوقتي مريح، هل في الفتره دي ولا من فتره شايف اقل شويه؟ لا الاقبال احسن من الفتره اللي فاتت شويه. ليه؟ عشان ايه؟ اخر شيء يعني في يوم في موظفين قابضين، خد بالك، السوق بيتحرك شويه، الناس تعبانه يعني، فبيستلم القبض، القبض بياخدوا الحاجه بتاعتهم. يعني حضرتك شايف ان الازمه زي ازمه السولار دي، انت يعني احنا شفنا امبارح اضرابات برضو من احد سائق الميكروباص، والنهارده انت بتقول لي بسبب السولار برضو الاسعار غاليه، شايف ان كلها منظومه بتصب حوالين بعضها؟ طبعا. امال يا باشا؟ طبعا. ما كل ده متجاز، المواصلات بتزيد، السواقين، كل حاجه بتزيد، في كل حاجه شغاله بالجاز وبتزيد. ايه الرساله اللي انت حابب توصلها للمسؤولين عشان تعود حركه البيع والشراء اللي سبق عادة؟ شكرا جزيلا فندم. شكرا جزيلا. صباح الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ قولي لي الاسعار اخبارها ايه بالنسبه لك؟ اتفضلي. بصي والله ملايين، احنا بنقضي اليوم بالعافيه، كل حاجه غاليه. تعالي بس كده بره المحل، كل حاجه غاليه، بنقضي اليوم بالعافيه. يعني حرام حرام حرام. شايفه ايه الاسعار اللي غاليه؟ انت بتقولي لي بنقضي اليوم بالعافيه، بتقضيه بالعافيه ليه؟ مفيش فلوس عشان نشتري. مفيش فلوس، كل حاجه غاليه، كل حاجه غاليه. وحضرتك مش عارف ان الحاجه غاليه؟ مش عارف ان الحاجه غاليه؟ كل حاجه غاليه، ولا عارفين نعيش، والله ما عارفين، بنشتغلوا في بيوت ومش عارفين نعيش. والله. صباح الخير يا فندم، انت نازله النهارده السوق، يعني اكيد يوميا انت في السوق بتنزلي تشتري خضروات وفاكهه ودواجن، قولي لي الاسعار بالنسبه لك اخبارها ايه النهارده؟ الاسعار كل واحد ليه سعر، وكل حاجه غاليه جدا، حتى اللي بيرخص برضك غالي، يعني كده حرام. يعني مش المهيات بتاعتنا بتخلص على نص الشهر،
كده يبقى حرام كده. شايف السبب ايه من وجهه نظر حضرتك ان كل واحد بيغلي بمزاجه؟ يعني انت دلوقتي قلت لي يعني وضحت لنا نقطه ان بعض التجار ممكن ده بيبقى ليه سعر وده ليه سعر، شايف السبب من وجهه نظر؟ يعني السبب اقول لك ايه، الحاله النفسيه اللي في البلد، وكل واحد يقول لك الحق نفسي قبل ما يحصل حاجه. يعني احنا مش عارفين بالظبط ايه الوضع اللي احنا فيه ده، يعني ولا حتى الامان، اللي احنا مش لاقيين امان حتى في البلد. يعني كده هسجل معاك. يعني شايف حضرتك ان بعض التوترات السياسيه الموجوده الشارع، يعني اختلافات في التيارات في الاحزاب، ده مأثر على التجاره والبيع والشراء ولا ملوش تاثير؟ لا ده هو ده الاولى. يعني هو ده اول حاجه اللي ليه تاثير كبير جدا على الوضع اللي في البلد، والوضع الخطير اللي احنا فيه عايشين فيه، مش عارفين يعني احنا ازاي هنعيش كده، وازاي يعني ممكن يعني يبص لقيهم كده هم بيحاربوا الامن ويحاربوا الحاجات دي، والامن ده مين هيحمينا غيره؟ مين هيحمينا غيره الامن اللي احنا عايشين مساندين ظهرنا وبننام قلب بالامن ازاي؟ يعني حضرتك شايفه ان الاستقرار السياسي في اي بلد ده بيعود على الاستقرار في التجاره وفي الصناعه وفي كل الاشياء داخل المجتمع او البلد الموجود؟ طبعا الاستقرار السياسي، لان احنا تبع مين؟ الا الحكومه، واحنا تبع البلد. ازاي يسيبونا كده هو كل واحد كده سايبنا، كل واحد بيعمل اللي على كيفه في كل حاجه، في كل حاجه حضرتك. شكرا جزيلا. اتفضلي يا فندم، اتفضلي معايا واحنا بنتمشى كده. قولي لي ثانيه واحده فندم، يعني النهارده احنا بنعمل تقرير عن جوله في الاسواق، بنتعرف منكم على بالنسبه للاسعار، شايفه الاسعار مناسبه؟ طبعا الاسعار غاليه بالنسبه مش ليا، لكل الشعب الاسعار غاليه في كل حاجه، بس احنا نتمنى زي زمان كان بيبقى فيه تبع تفتيش من التموين بينزل للتجار بيتابعوا الاسعار. مفيش النهارده، الامن مفتقدين الامن، مفتقدين حاجات كتيره، وكل ده مش هيرجع غير باستقرار الدوله. حضرتك دلوقتي ربطتي لي استقرار الدوله باستقرار الاسعار واستقرار المعيشه، شايفه ان احنا محتاجين استقرار خلال الفتره اللي طبعا احنا محتاجين الاستقرار، احنا مفتقدين الاستقرار، احنا مفتقدين هذا الاستقرار في جميع النواحي، في كل النواحي. طب تقولي لي بقى الاسعار النهارده اخبارها ايه معاكي؟ الاسعار النهارده طبعا غاليه، الاسعار طبعا غاليه، والناس مش قادره تتعايش معاها، الاسعار غاليه والناس مش قادره تتعايش معاها، ولازم لازم 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 برضو ان الرئيس مرسي ربنا يثبت اقدامه، بس برضو يبص للناس الغلابه. طب شايفه مطلوب ايه من الرئاسه والحكومه لضبط الاسعار وضبط الاسواق؟ شايفه ينزل الامن وينزل تفتيش وينزل كل حاجه، عايزين الوزارات كلهم يشتغلوا. يعني احنا مش شايفين غير وزير واحد بس اللي بيشتغل، اللي هما بيجيبوه في التلفزيون، اللي هو الوزير باسم وزير التموين، بينزل بيروح بنزينات وبيشوف السولار والاسعار. طب فين بقيه الوزراء؟ عايزين بقيه الوزراء ينزلوا يشتغلوا، عايزين الامن يمسك البلطجيه اللي منتشرين في البلاد. انا ببقى خايفه امن وانا ماشيه، انا بوصل بيتي وهي رايحه الكليه الصبح، لان خايفه يطلع عليها بلطجيه. فانا يعني بناشد ان الوزراء كلهم يشتغلوا. يعني ما زالت جولاتنا مستمره داخل سوق زناليني، نتعرف من خلال هذه الجوله على الاسعار ومدى اقبال المواطنين على السلع المختلفه. ما زالت التغطيه مستمره. صباح الخير يا حاجه، ازاي صحتك، عامله ايه؟ قولي لي كده انت بتبيعي ايه هنا؟ ببيع لبن وبيض وجبنه وسمك. طب قولي لي بقى الاسعار اخبارها ايه عندك؟ قولي لي سعر البيض. مش حسب السوق، حسب السوق اللي ماشي، يعني فيه الرخيص وفي الغالي، كل حسب الحاجه. طب شايفه اقبال الناس ازاي على البيع والشراء؟ والله كل واحد اللي هو عارف ربنا بيقبل زي ما هو عاوز. احنا مش طالبين حاجه الا ربنا يصلح لنا حال البلد وخلاص يا رب. طب قول لنا سعر الجبنه عندك عامل كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه. طيب بقى له فتره 10 جنيه ولا هو خلال الفتره دي؟ قالوا اكتر من 3 سنين ب 10 جنيه. يعني ما غليش، نفس هي السعر. شايفه الناس بتقبل على اللبن والجبنه؟ الانسان اللي قدامك حسب قدرته، حسب الدخل بتاعه بياخد على قد. كل واحد بياخد على قد حاجته. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. احنا بنعمل جوله في الاسواق عن البيع والشراء، قولي لي الاسعار مناسبه ليكي خلال الفتره الاخيره ولا شايفه في زياده في الاسعار؟ في زياده في الاسعار طبعا، في زياده كبيره جدا جدا، خصوصا في الفراخ واللحم والدواجن كلها. كل الفراخ كانت بكام وبقت بكام؟ الفراخ كانت بكام؟ كانت ب 18، النهارده بقت ب 25. شايفه في ارتفاع في الاسعار خلال الفتره الاخيره؟ طبعا في اسعار كتير كتير قوي قوي كتير.
كلم المدام. شكرا جزيلا يا فندم. طب ايه اللي انت بتطلبي بيه عشان ترجع الاسعار تاني، يحصل ضبط للاسواق، ضبط للاسعار؟ ايه اللي حضرتك كمواطنه كده عندك فكره او رؤيه تحبي تقوليها؟ ينزل المفتشين بتوع زمان اللي كانوا بيفتشوا على الاسعار وزياده القائمه بتاعه الاسعار، ويدخلوا السوبر ماركت ويتمشوا على بتوع الخضار ويعرفوا ده بكام وده بكام. مزاد البنزين والسولار، هاي الحاجات غليت، بيقول لك النقل من الحقول لغايه البياع بياخد فلوس كتير، طوعوا يتحملنا احنا. طب احنا ذنبنا ايه؟ يعني شايفه ان وبعدين المعاشات هي ما بتتغيرش، الحاجه بتزيد والمعاش هو. وبعدين ما تنساش احنا كبار في السن بنحتاج للدواء، والدواء كمان ما فيش في التأمين الصحي، ما فيش دواء، فبنضطر ناخد الدواء من الصيدليات. شكرا جزيلا. ما زالت الجولة مستمرة. حاضر يا فندم، خلاص ما زالت الجولة مستمرة. نقلات الجزيرة مباشر مصر. ما زالت الجولة مستمرة معكم في جولة داخل الأسواق. حاضر، يعني احنا ما زلنا مستمرون معكم في جولتنا الآن مع أحد تجار الخضروات مرة أخرى لنتعرف على الأسعار. صباح الخير، ازيك عامل ايه؟ قول لي كده الأسعار عندك عاملة ايه؟ والله مولعة. قول لي كده الأسعار. سوريا عندي كنا ببيعها بثلاثة، دلوقتي ب 12 جنيه. 12 جنيه. الناس هتعمل ايه طيب؟ هو اللي بيسال، وانا جايبها غاليه من قلب الوكاله. جايبها غاليه ليه؟ ليه الاسعار غليت عليك من قبل التجار؟ ليه؟ عشان ليبيا بتسحب كل حاجه. واخده كل حاجه ليبيا. هو مصر اولى بيها. يعني شايف ان الخضروات، ان معنى ان الخضروات تصدر لدول مجاوره في خلال الفتره الاخيره، ده مأثر على حركه البيع والشراء، مأثر على المواطنين، بيخلي السلعه نفسها تقل داخل السوق؟ طبعا. طب عرفنا كده الاسعار بقى، يعني خدنا في جوله. القوطه بقى عندك بكام؟ جنيه وربع التسعيره اهي. تمام. والكابوتشا بجنيه، الخيار ب3 جنيه، الفاصوليا ب12 جنيه، البسله ب5 جنيه، بصل الاحمر ده ب5 جنيه، الابيض ب3، والفلفل ب8 جنيه، جزر ب2 جنيه، كل حاجه طايره. نتعرف بيك. علي محمد. استاذ علي، انت بتبيع هنا ايه في السوق؟ الخضار، كل الخضار ببيع. قول لي كده، يعني شايف الناس مقبله ولا الناس مش مقبله؟ ما عندهاش مقدره، احنا بنروح الوكاله اللي ليبيا بتاخد كل الخضار، وهم المفروض يعني كذا تاجر ذكر لي موضوع ليبيا ده. هو انت شايف ان معنى ان خضروات او فاكهه تصدر لدول مجاوره، ده ليه تاثير عليكم انتم في ايه؟ ما يرضوش يبيعوا لنا في الوكاله، احنا اللي من هنا مش ما بيرضوش يبيعوا لنا، احنا عايزين يبيعوا لليبيا عشان الليبي بيدفع الفلوس على طول وبيشيل كل الحلو مع الوحش، فما بيدينيش انا خضار، يا ودوني بدوني اغلى منه هو، لان انا باخد حاجه على قد، هما بيشيلوا كل حاجه، هما المفروض من المصدر الوكاله هما يقفوا، ما يدخلوش اللي بيجي يشتروا الخضار، عشان احنا هنا مش لاقيين خضار. ده الفاصوليا ب12 جنيه، الخضار الفاصوليا ب12 جنيه، وفي فاصوليا ب12 جنيه كانت ب3 جنيه قبل اللي بيجي ما يفتحوا تاني في الوكاله، ما هم قعدوا فتره ما يجوش، كنا بنلاقوا كل حاجه وكل حاجه رخيصه، لما نزلوا من قيمه اسبوع ما فيش حاجه في الوكاله، بيشيلوا كل الخضار من الوكاله، لما بتفرش معايا الفلوس بيدفع وبيحمل وبيمشي. انا ما برضاش يبيع، انا ببقى واقف والليبي واقف، ما يدينيش انا ودي الليبي. يعني هكذا رصدنا لكم اليوم جولتنا الصباحية، تعرفنا على حركة البيع والشراء، تعرفنا على الأسواق داخل سوق زنانيري بمحافظة الأسكندرية، أجرينا لكم هذه الخدمة التعريفية في كل صباح. شكرا وإلى اللقاء في جولات صباحية متجددة بمشيئة الله.